السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم التناسبية السادسة، الكتلة الحجمية، وهذا الدرس يدخل في سلسلة دروس التناسبية، وهو الدرس الأخير لهذه السنة، يعني السنة السادسة، كما ينفع بالنسبة لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي. لهذا الدرس سنحتاج المعارف السابقة التي سبق أن درسناها، معامل التناسب، سعر الفائدة يعني المتناسب الرابع، الكتل الحجمية. لذا ينبغي الرجوع إلى الفيديوهات السابقة لمعرفة كيفية حساب معامل التناسب وكيفية حساب المتناسب الرابع وإلى غير ذلك. كما ينبغي مراجعة الكتل ودرس الحجوم، كلها مترابطة مع بعضها. إذن لنفهم الدرس سننطلق من المسألة التالية: حجم قطعة نحاس 5 ديسيمتر مكعب. هذا الرمز 3 كما شرحت من قبل، أس 3 يعني المكعب، وكتلتها هي 44.7 كيلوغرام. إذن ما هي كتلتها الحجمية؟ للإجابة على كتلتها الحجمية ينبغي انطلاق من المفهومين المدرسين من قبل، الحجم والكتلة. الحجم كما شرحت من قبل هو حيز الشيء في الفضاء، حيز الشيء في الفضاء يعني الحيز الذي يشغله، بمعنى أن حيز الذي يشغله جسم ما في الفضاء. والكتلة معناتها الوزن، يعني الحجم نحن نرمز إليه بمكعب، الديسيمتر مكعب، والكتلة يعني الوزن، وزنها بوحدات قياس الكتل، الكيلوغرام، ديسيغرام، غرام، طن، أمتار وغيرها. إذن هذه الكلمة كتلة الحجمية مركبة من هاتين العبارتين، إذن سنستغلهما في الإجابة على السؤال، والتناسبية ستساعدنا على ذلك. كما شرحت من قبل، الحجم لا يكون إلا في الأشكال أو المجسمات الثلاثية الأبعاد التي تأخذ شكل مجسم، يعني فيها الطول والعرض والارتفاع. لا يمكن أن نقول الحجم على شكل هندسي، بل على مجسم يعني له شكل جسم، يعني ثلاثي الأبعاد، الطول والعرض والارتفاع، الطول العرض والارتفاع. فهمنا؟ إذن بالنسبة للكتلة الحجمية، فالكتلة الحجمية فهي شرحها هو كتلة واحدة الحجم لهذه المادة، يعني كتلة وحدة الحجم لهذه المادة، يعني كم فيها من وحدة الحجم للمادة. إذن ونعبر عنها بماذا؟ إما بالجرام سنتيمتر مكعب، أو الكيلوغرام ديسيمتر مكعب، أو طن متر مكعب. عندها 3 ديال تعبيرات. إذن للإجابة على السؤال كتلتها الحجمية سنستعمل جدول التناسبية، حيث أن نعرف أن الحجم يعني القطعة هو 5 ديسيمتر، وكتلتها هي 44.7، ولكن لا نعرف كم حجم واحد كم فيه من الكيلوغرام، يعني كتلة نسميه مجهول أو A أو X كما أحببتم، يعني العدد المجهول. إذن سنستعمل طريقتين، إما الرابع المتناسب كما شرحت من قبل في سعر الفائدة، أو طريقة المتقابلين، العددين المتقابلين المتساويين، يعني جدائين العددين المتقابلين متساويين. إذن نبدأ، إذن A عندنا A تساوي 44.7 مضروبة في 1، يعني
لا تتغير، تبقى كما هي، مقسومة على 5 تساوي كم؟ تساوي، سننجز العملية لنعرف نستعمل الآلة الحاسبة أو نستعمل يد. 44.5 مقسومة على 5 تساوي 8 فاصلة تساوي 8.9 كيلوغرام في الديسيمتر مكعب. نعبر عنها بالوحدات، وحدات الكتلة الحجمية هي في هذا التمرين كيلوغرام في الديسيمتر مكعب، يعني بمعنى أن كل واحد ديسيمتر مكعب فيه 8.9 كيلوغرام. إذا نركزوا، يختلف على حساب الوحدات. مثلا عندنا الوحدات الأخرى التي نستعمل هي الجرام في سنتيمتر مكعب وطن في المتر مكعب. إذا من خلال الجواب نستخلص القاعدة اللي هي الكتلة الحجمية تساوي ماذا؟ 44.7 اللي هي في التمرين ما هي؟ هي الكتلة. 44.7 هي كتلة القطعة. إذن الكتلة مقسومة على ماذا؟ 5. 5 ما هو؟ هو حجم. إذن قاعدة للحصول على الكتلة الحجمية نقوم بقسمة الكتلة على الحجم، ونعبر عنها بالرموز الرياضية P أو ماس فوليميك إيغال M يعني ماس ديفيزي سور V أو بيان فوليوم، يعني P تساوي M مقسومة على V. ماس فوليميك إيغال ماس ديفيزي سور فوليوم. الآن سنمر إلى شرح في حالة ما المجهول هو V أو بيان الفوليوم الحجم. في المسألة أعطونا الكتلة اللي هي M وأعطونا الكتلة الحجمية أو بيان P أو بيان لا ماس فوليميك. إذن سنفعل العكس هنا، نقول نضع M أو لا ماس أو الكتلة، الكتلة تقسم على P أو ماذا قلنا؟ P هي الكتلة الحجمية، يعني الحجم يساوي بالعربية الحجم يساوي الكتلة مقسومة على الكتلة الحجمية. وفي حالة ما كان المجهول هو في المسألة هو الكتلة، ماذا نفعل؟ نقوم بالعكس، تصبح عندنا عملية الضرب هنا وليست القسمة. نضرب الحجم اللي هو V مضروب في P أو الكتلة الحجمية. إذن ينبغي حفظ هذه القواعد تركيز معها، لأن إذا لم تحفظ القواعد فلا يمكن إنجاز المسائل. لنكرر، الكتلة الحجمية تساوي الكتلة مقسومة على الحجم، الحجم يساوي الكتلة مقسومة على الكتلة الحجمية، والكتلة تساوي الحجم مضروب في الكتلة الحجمية. وأتمنى أن تكونوا قد فهمتم شيئا ما. هناك بعض الحالات نجد أن الحجم هو المبحوث عنه، يعني أن الكتلة موجودة والكتلة الحجمية موجودة أيضا، ولكن ينبغي إيجاد الحجم، يعني حجم هو A، يعني A أو X العدد المجهول. إذن ماذا نفعل؟ نفعل نفس الطريقة، نقوم بقسمة الكتلة، هذا يعني القسمة
دائما الكسر يعني قسمة، الكتلة معصومة على الكتلة الحجمية. واضح أتمنى. أما في حالة ما كانت عندنا الكتلة ولكن ليس هناك أعتذر، عندنا الكتلة هي المجهولة إذن ماذا علينا أن نفعل؟ نستغل المعطيات اللي هي الحجم والكتلة الحجمية. ماذا نفعل؟ الحجم نضربه هذه المرة، وليس مقسوم، نضربه في أو ضارب الكتلة الحجمية. إذن ينبغي حفظ هذه القواعد. نعيد، بالنسبة للكتلة الحجمية نقوم بقسمة الكتلة على الحجم، وبالنسبة إذا كان المجهول هو الحجم فنقوم بقسمة الكتلة على الكتلة الحجمية، أما إذا كان المجهول هو الكتلة فنقوم بضرب الحجم في الكتلة الحجمية. Merci bien à vous et bienvenue dans ma chaîne Français pour tous avec Sarah. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume. I'll tell you.